First Blood. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب. نزلوا مقطع جديد مقطع اسطوري. الو جماعه الخير، اليوم شباب راح يكون عندنا مقطع رهيب جدا جدا جدا، مقطع اسطوري كما قراتم في العنوان. راح نلعب وان في صون مع الاسطوره متسعي. يعني بكل صراحه يا شباب ما كان بدي اصور المقطع لانه والله العظيم مريض كثير يا جماعه، وبما انه سحبت عليكم يومين فما بدي اطول يعني السحبه. لهيك يا جماعه الخير لازم انزلكم مقطع اليوم. رحت وكلمت متسعي انه صور انه هو وان في صون، فوافق يا جماعه الخير. راح ندخل حاليا وراح نلعب وان في صون مع الاسطوره متسعي. ارجوكم يا جماعه الخير حطونا لايك للمقطع. ملاحظه يا جماعه الخير، الاعدادات تبع بلوستاكس يا جماعه يعني قمت بتحديث النسخه تبع محاكي الالعاب تبع بلوستاكس يا جماعه، والسرعه تبع الايم تغيرت لهيك لازم اضبطها بالتدريب، فراح ادخل مباشره للجيم يعني ما راح اضبطها الان بعدين ان شاء الله. ما عندي قالت اي حاجه دير، انا مريض بزاف وما عرفش السخان اللي فيه وش كورونا ولا شنو، والله ما نعرف. حلق ديال الراس ما كيوقفش، فما كنتمنى اخوتي ديروا لي شي لايك ودعوا معنا بالشفاء. راه مجرد كامل دوار يا دير كل وادويه والله العظيم، ادعوا معنا بالشفاء وصافي. المهم فالمهم يا جماعه الخير بدون نطول عليكم، خلينا نفتح ضم وراح نلعب وان في صون كما تلاحظون انا والاسطوره يا جماعه الخير ميد صعي. يلا ما طول عليكم لايك وخلينا نكمل المقطع للنهايه. هذا يا جماعة الخير اسطوريات تكون يومية على الانستغرام، فتعالوا يا جماعة الخير ما ضل شيء لل 50,000 متابع للانستغرام، رابط الانستغرام موجود في صندوق الوصف، فتعالوا كلكم ان شاء الله يا جماعة الخير راح نسوي فعاليات رومات وكثير اشياء مرة رهيبة. بلاش الصعيد. لا 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 كملوا غدار. كفو. يلا الجولة الثانية يا جماعة الخير راح اجيب الديجل والدلجة وكاسكو وخوذة. كاسكو وخوذة، كاسكو ودرع يا مدير مو كاسكو وخوذة. First blood. First blood. First blood. Hello. Come on.
First blood. What a sight! What a sight! Did I need that drought? الله داري ديروا لنا شي لايك راه ماكم ما خاصني والو ولا تتفاعل تحضير بصح ان شاء الله غادي تقريبا معايا ديال اسمي بالمتا المهم صاي خلي لي راسك شهيد شو ملاحظ جميع كل التل دابا يعني جميع كل ثلاثه ديال كل التل من الساعه كله من هنا والله ما شهيد الدراري او يلا مهم خلينا نسبح لا كلشي عندي First blood. Yes, for real, Hanna. That's right, it's bad. Hey, oh, man. Yeah, let's see. كنت راها First blood. Oh my god. نالي ليه تدري تدوب السماء في السماء في السماء في السماء ما عرفتش ديال التصوير توقف
First Blood. Booyah! اللي فوزنا وخمرطين وخملوكين وخمسخين وخمبيد حين وخا كلشي مهم جبنا الدري بويا هادشي اللي كيوم لا وبيبا خويا من الساعة راك ناضي ولا تناضي لحد الساعة راه اليوتيوب الوحيد اللي طلع معايا يعني في الأرقام بزاف هو يعني ميت ساعة الدراري راه اللعب ديالو ناضي ديالو بصح والله وعندو سبيد عندو السرعة يعني يقدر كيمشي ليك من جهة اللي ما كتعرفوش تا واش من جهة مشى لا مابقيتش حاضر ولا مكانش عندك شخصية ديال الموكو فهمتي كنبقى تبعوها بشخصية ديال الموكا مش تبعوني شي ما غاديش تقدر المهم الدراري ما تنساوش ديروا لينا شي لايك وشكرا على المشاهدة وغادي تنزلوا التعليقات غادي تكتبوا لي الشخص اللي يعني اليوتيوبرز اللي بغيتو نديروا معاهم اون فيسون كما كتلاحظوا الدغاني مسخصة والمشكل الكبير هو انني غيرت بلوستاكس يعني النسخة ديال المحاكي اللي دايرين في فري فاير في بيسي راه غيرتها وهاد النسخة جديدة راه يعني الام مبقاش كيف ما كان السرعة مش الام السرعة ديال الحساسية باش تضغوا اللعيبة راه مابقاوش كيما كانوا خصني تندخل التدريب ونقدهم واول جيم راه عندي اليوم هو هذا اللي مع متصايع راني ما قادرش تندخل الجيم دابا غادي نشد فري فاير وغادي نخرج نمشي بحالي راه مقتول دعوا معايا الدراري الشفاء وشكرا على الدعم ديالكم رهيب وخلينا نوصلوا ل 500 الف اسرع وقت يلاه شي لايك وسبسكرايب ونلتقي في مقطع قادم ان شاء الله.